Albert, welcome to the happy hour. Thank you for being with us today. Thank you, Ramzi. A pleasure. Albert, خليني بلش أقول إنه أنت منك إعلامي بس بنفس الوقت أنت بتشتغل بالإعلام وأنت منك سياسي بس كمان بتشتغل بالسياسة. أنت اليوم رئيس مجلس إدارة كلنا إرادة وبنفس الوقت هوست لفيجن 2030 على البي سي آي. أنت كمان زوج وأب لثلاث بنات الله يخلي لك إياهن. ألبير بعمر 17 أنت كتبت دستور للبنان يو انفيجند، أنت هيك كان تصورك لكيف لبنان بدك يكون أو كيف دستور لبنان لازم يكون. شو خلى شاب مطلع على عمره 17 يكتب دستور للبنان؟ الزهق بركة. لا لا أنا رمزي كل عمري يعني عندي نوع من الشغف لهالبلد، ومن أنا وصغير يعني كتير مسيس بمعنى بهتم بالشأن العام على الصعيد الفكري أكثر من على أي صعيد تاني. يعني معضلة لبنان وإدارة إذا بدك التعددية بلبنان وكيف نخلص من الاحتلال، لأنه بوقتها وقت كان عمري 16-17 سنة كنا بالتسعينات، يعني بنص التسعينات كان البلد محتل، وكنت كتير سائر على الكذب والسكوت، لأنه كنا عايشين حقيقتين مختلفين. يعني كان في حقيقة التلفزيون والميديا والعلن اللي انه كل البلد ماشي والشغل ماشي، والحقيقة الثانية اللي كنا عايشينها بين اصحابنا وعيالنا انه عايشين تحت الجزمة السورية. هيدا اول شيء شكل وعي للسياسة وحبي للحرية، ومن هالباب اذا بدك انطلقت لجرب افهم المعضلة اللبنانية. فهمت انه طبعا قريت كتير على الحرب بلبنان، على تكوين الحالة اللبنانية، قريت ميشيل شيحة كله سوا كان عمري 15 سنة، جربت افهم، قريت الفكر اليساري، قريت فكر يميني، وفهمت انه في مشكل بتكوين هالبلد يلي هو بحاجة ل دولة قوية. دولة قوية لازم تكون مقبولة من الكل، يلي هالشي ما كان متوفر بجميع الحقبات التاريخية يلي مرقنا فيها. في مشكلة إدارة تعددية، في مشكلة كمان وجهة اقتصادية للبلد. هي اجت لاحقا اذا بدك بمسيرتي انا الفكرية، لانه درست اقتصاد، انا شغلتي الاساسية لا كلنا ارادة ولا الاعلام هي الاقتصاد، بقى اجت شوي. خليني اطشك ونروح على ايامات الجامعة لما كنت عم تدرس باليسوعية اقتصاد. بال2005 انت حرقت علم سوري اعتراضا على الاحتلال السوري. بال2005 كانوا فلسطينيين. بهديك الفترة كنت عم تمارس نوع من أنواع الاعتراض على الاحتلال، كان كتير فوكل، كان كتير بلكي هيك واضح. و2005 فلسطينيين، بتيك تخبرني هاي الفترة النضال يلي كنت أنت فيها أكتف بس كنت مش مخبى؟ أنا كنت كتير ناشط من 97 لل 2001، و 2001 تركت لبنان وعشت برا. يعني فترة 2001 لل 2005 عيشت أكتر إذا بدك وقت كنت أجي على لبنان، وكنت أجي 4-5-6 مرات بالسنة، يعني كنت مضي وقت بلبنان. بس الفترة الأساسية اللي كنت فيها هي مثل ما قلت لك 97 لل 2001. هاي فترة كتير هيك تركت أثر أنا فيه، لأنه كان في مثل هيك نقاء إذا بدك بالرؤية وبالعمل السياسي، كان كتير نبيل العمل السياسي بين الشباب. كنا شباب يعني وصبايا 15-16-17-18-19-20 سنة، يعني هيدا. وكان عمل مزبوط ظاهر بس كان خطير، لأنه ما كان حدا يحكي ضد السوريين، وانطلق هالشي بجامعة إفلان يعني باليسوعية بالكامبوس تبع
للعلوم الإنسانية بإفلان اللي أنا كنت تلميذ فيه. وكنا بالأول 50-60 تلميذ، رجعنا صرنا 100، وبعدين فتحت باللبنانية، وبعدين ضموا غير جامعات، صرنا نلتقى بالساحات قدام المتحف، هي قبل 8 آب و9 آب و7 آب. بقى كان في حركة كتير نقية كتير حلوة، بكل كتير متجردة، وكان فيها وحدة بين ناس كانوا بالقوة، ناس كانوا أكتر بيتعاطفوا مع التيار، ناس بيتعاطفوا مع الكتائب، ناس مستقلين. ما كان فيها الشيء الحزبي وهالتنافس، إذا بدك سياسة ضيق البشع بالسياسة، بلكي كان في وحدة بخط واحد، يعني كان في على المقلب الآخر ناس شايفة الصورة completely different بالبلد. completely different. حنحكي عن هذا الموضوع بعد شوي. هيدا شيء كتير interesting، وشفناه مثلا وقت صار في حركة كمان بالمقلب الآخر، لأنه مزبوط كان في قسمة على أرنون حرروا ضيعة وقتها من الاحتلال الإسرائيلي، وهيدي أول مرة صار في احتكاك إيجابي بين عالمين موروثين من الحرب، إذا بدك في خطوط تماس، وهيدا وصار في تقارب وبلش يصير في حوار بين هالعالمين، كل واحد يفهم الآخر. يعني لقلك صراحة نحن جيلنا اللي كلنا من الحرب من هالميلة، ما عينينا من الموضوع الإسرائيلي أكتر من جيل كان قاعد من تاني ميلة وهي من مخلفات الحرب. وهون تعلمنا نفهم هواجس بعضنا ونشوف القصة برمتها، أنه لا في احتلال إسرائيلي، والشباب يفهموا أنه كمان في شيء سوري، وهيدا بنا شيء بده ساعات نحكي عنه، بس كان كتير عمل حلو. طيب اذا انت يعني بهديك الفتره مارست دور اكتيفيزم او اكتيفيزم بالسياسي، يعني كنت ناشط سياسي بهديك الحقبه اللي اسست اذا بدك ل 14 اذار. اون ذا اذر هاند في شباب بعمرك اليوم كيف كنت انت وقتها عايشوا فتره 17 تشرين. طبعا انت لعبت دورين مختلفين بين 14 اذار وبين 17 تشرين. لما بتطلع على الصوره هيك بتشوف في بارللز، يعني في اشياء ماشي كانت هونيك ماشي كانت هون، في اخطاء كانت هونيك عم تركب هون. يعني شو قد ايه الصوره قريبه بين 14 اذار وبين 17 تشرين؟ صوره قريبه ببعض النواحي ومختلفه بنواحي اخرى. انا بعتبر اذا بدك هالمشهدين ما فيك تفصلون، لانه هيدا عمل تراكمي وفي نوع من تواصل تاريخي بين الامور. 14 اذار يعني اثنيناتهم في يقظه إذا بدك شعبية أساسية وعارمة بالمجتمع اللبناني، اثنيناتهم عندهم طابع كمان الاعتراضي، يعني في اعتراض ضد شيء. ب 14 أذار كان في اعتراض ضد الوجود السوري وضد هالبلد المخطوف، ب 17 تشرين في اعتراض ضد المنظومة السياسية وضد البلد المخطوف من هالمنظومة، مش من الآخر يلي هو خارج الحدود أو غريب على البلاد. الفرق بفتكر 17 تشرين، مشان هيك عم بقولك شيء تراكمي، في إضافة ب 17 تشرين، هو بلش يتبلور مطلب مش بس اعتراض. يعني 14 أذار كانت إلى حد معين حالة اعتراضية، وانخطفت كتير بسرعة من السياسيين يلي باعوها ودجنوها وسيطروا عليها، وصفت بالآخر دغري بالحلف الرباعي، يعني بعد كم شهر عملية محاصصة وإعادة إنتاج للطبقة السياسية. 17 تشرين فيها طابع مطلبي أقوى بكتير، اللي هو مطلب الدولة المدنية ومطلب الخروج من الحرب. أنا بعتبر لحظة هي أساسية أنجزنا فيها نوع من منطق الخروج من الحرب، لأنه أنا برأيي الحرب بعدها مكملة لليوم أو ل17 تشرين على كل حال بالزهون، ما صار في المصالحة والمصارحة. 17 تشرين قالت بدي أظهر من الحرب، بدي دولة مدنية، بدي دولة معاصرة. وإذا بدك التلاقي والتفاعل يلي صار بالساحات أعمق أنا بالنسبة إلي والتصالح من يلي صار ب 14 أذار، يلي ب 14 أذار صار هالشيء إلى حد معين. أنا شخصياً لألك صراحة ما عشته، ما كنت بلبنان،
أنا ب14 أذار ما كنت عايش هون، بقى ما بقدر كتير أتفلسف وأقول لك شو صار على الضبط بالساحة، بس التفاعل اللي شفته لمركزية الثورة اللي صارت ب17 تشرين، وهل إذا بدك الوضوح أكبر بالرؤية نحو الدولة المدنية ونبذ مخلفات الحرب، أنا بلاقيه أعمق بكتير، وإن لم يترجم بعد إلى حالة سياسية منظمة على قد طموحاتنا. حكيت عن موضوع الحرب وحكيت عن موضوع غياب المصارحة والمصالحة، مثل ما بتعرف كتير بحكي عن الهوية أنا وغياب هوية مشتركة يلي ما تخلى مفروض يكون مصارحة ومصالحة، هنحكي عن الهوية بعد شوي. بال2006 ألبير بإعلان تحالف لبناننا، أنت قلت بكلك خطاب، يعني قلت فيه أنه أنت قرفان من السياسة بلبنان وقرفان من أداء السياسيين. بالرغم من ذلك بال2019 رجعت على السياسة من بوابة كلنا إرادة. ليش رجعت على السياسة؟ ليه بعدك بعد 13 سنة من خطاب قلت فيه أنا قرفان من السياسة ومن أداء السياسيين، ليه حسيت بدك تستثمر بعد بلبنان؟ رمزي صبتني بصميمة هون. أنا عندي علاقة شخصية كتير جدلية مع السياسة، يعني إذا بدك عندي حب كتير عميق للبنان وكتير معلق بهالبلد، كتير بحب هالبلد. لأنه ليه بحبه؟ مش بس لأنه لبناني، كان فيه أخلاق ببوليفيا أو بمحل تاني. بعتبر لبنان فعلا عنده شيء قدمه للعالم، وبعتبر عنده شيء فريد فيه، هيك شعر هيدا البلد، وبيقدر يكون شيء رائع، بس واقعه اليوم هو شيء مزري. وهالدلتا بين شو بيقدر يكون هالبلد والواقع يلي هو فيه، أنا هيدا هو الدافع تبعي لأقدر انخرط بعمل سياسي، لأنه بحس أنه بيقدر أثر إلى حد معين. بس كمان مني زلمة إذا بدك عندي كتير شغف لعدة أمور بالحياة. أنا بحب الموسيقى كتير، بحب السينما، بحب السفر، وعندي إذا بدك تعلق ثقافي بغير بلدان من اليابان وإلى آخره. يعني كل عمري عندي صراع داخلي، هل بروح على العالم وبنسى لبنان لأنه لبنان موضوع صعب، أو بالعكس بتعلق بلبنان؟ وهي جدلية وصراع بضلني أعيشه. وجربت أهرب من لبنان كتير، رحت بال2001 عشت بفرنسا ونجحت بفرنسا وانبسطت بفرنسا، ولقلك صراحة من باب المواطنة حسيت حالي مواطن فرنسي أكتر من مني مواطن لبناني، لأنه ما في مواطنة بلبنان. وأنا بطايفة راحت الكهرباء قطعنا. بقى رمزي يعني عم بقلك انه العلاقة الجدلية هي طبعا من واحد بيكون عنده يعني عم بجرب يوسع افق وشي عم بيرجع يجذبه على لبنان. هيدا الشي خليني رغم يعني كنت عم بقلك انه كنت حاسس حالي مواطن بفرنسا مكتمل الصفات، شي ما بحسه بلبنان للأسف من وراء النظام الموجود عنا، خليني ارجع على لبنان محبة بس بالبلد، ولأنه بدي أولادي يكونوا لبنانيين، يعني بدي يربوا هون يتعلموا اللغة ويعيشوا التجربة اللي أنا عشتها. وأخذت عهد لحالي ما أعمل سياسة بقى وركز على شغلي اللي هو كمستشار اقتصادي تقريبا بال2015، وانكفأت عن العمل السياسي. المشكلة أنه السياسة لحقتني، لأنه طبعا في محل أنا بداخلي عبالي أنه تلحقني وناطرها تلحقني. لحقتني بالأول من بوابة التلفزيون ببرنامج سياسي، بعد ما كان لي كم سنة ما عدت عم بعمل، ما عدت ناشط إذا بدك بالسياسة. وطبعا التلفزيون خليني ارجع فوت على السلك السياسي وارجع تابع وارجع مارس، بس من باب المراقب. ورجعت خطيط خطوة تانية تقربني على السياسة بكلنا إرادة، اللي هي منظمة للإصلاح بلبنان، يعني منا حزب سياسي بمعنى أنه لا تبغي السلطة اللي هي غرض الحزب السياسي، بس تبغي الإصلاح. ومن هالباب رجعت انخرطت بالعمل السياسي من الباب الواسع. فاني نوت على هذا الموضوع، في كتير مجموعات سياسية يبدو أنه لا تبغي الوصول إلى السلطة، يعني هي بس تريد أن تكون دائما وأبدا حالة اعتراضية على الواقع. طيب
ليش كلنا إرادة؟ يعني ليش كلنا إرادة بذاته؟ حأسأل شوي عن كلنا إرادة بعد دقائق. ليه كلنا إرادة؟ وهل كان عندك شروط لتجي على كلنا إرادة؟ ليه كلنا إرادة؟ لأنه انسجمت كتير مع مؤسسي وأعضاء هالمجموعة. اعتبرت أنه عندهم أول شيء الليدرشيب أو القيادة الفكرية. يعني كلنا إرادة مكونة فعلا، ما بحب الكلمة بس هيدا الوصف حقيقي، من نخب معينة على المستوى السياسي والاقتصادي بالأخص. ونحن مرئين بفترة بدها خبرات اقتصادية، في مجموعة اقتصاديين بكلنا إرادة أنا بعتبر بيقدروا ينقذوا البلد بتراكم خبراتهم وبالمجالات اللي بيشتغلوا فيها، وكله بيشتغل برا وما في أي ارتباط إذا بدك بالمعموعة اللبنانية واللي صار بلبنان. بقى فيها خبرات رائعة، فيها طاقات رائعة، فيها نظافة رائعة، لأنه كلهم أشخاص نجحوا وأكتريتهم برات لبنان وحبين هيك بكل صدق يرجعوا يردوا شيء للبنان. يعني في تعلق، بيكون واحد له 20 سنة بأمريكا أو بلندن أو كذا بس تعلم بلبنان، بعده معلق بلبنان، حابب يحط طاقاته أو إمكانياته بخدمة هالوطن. هيدا شيء كتير جذبني الكواليتي الناس الموجودة بكلنا إرادة. وأكثر من هيك جذبني هو التنوع الغير مصطنع، لأنه بلبنان في تنوع كتير مصطنع. يعني واحد بده يعمل حزب أو جمعية بيطلع بيقول يلا نحن ثلاثة موارنة بس ناقصنا درزة وناقصنا سنة، مين تعرفوا سنة يا شباب من دق؟ لو هيدا شيء ما انه موجود بكلنا إرادة، هن مجموعة انسجموا ما حدا فرقان معه مين سنة ومين درزة، بس ركبت انه على هالمستوى من الفكر والعطاء للبنان، ركبت انه في ناس من كل الطوائف، من كل الخلفيات الاجتماعية، من كل الخلفيات كمان يعني بالعمل، في ناس كتير شاطرين بالسياسة، بالسياسة الدولية، بالاقتصاد المحلي، بالاقتصاد بالمالية. بقى اعتبرت انه هيدي مجموعة فعلاً قادرة تقدم شيء نوعي للبلد، منه شعبوي، شيء يكون تأسيسي وفيها تكون عندها قيادة فكرية لهالموضوع. وأثبتت منظمة عمرها 4-5 سنين، يعني منها جديدة، إنها على إذا بدك تماس مع اللي عم بيصير بالسياسة بلبنان. بقى انجذبت لهالمجموعة وعرضوا علي يكون عضو مجلس إدارة وترأس مجلس الإدارة. اعتبرت أنا أنه هيدا فخر إلي لأنه أنا أصغر واحد بالعمر وبالخبرة كمان بين هالمجموعة بكل تجرد. يعني اعتبرت أنه هيدا فخر وانخرطت يعني بكلنا إرادة. طب إذا بتسمح لي، وبعرف أنه الموضوع يمكن عرجت عليه مع أحد ضيوفنا مع روني شطح بالبودكاست تبعه، بس حتى اليوم يعني حتى هيدي تاريخ هيدي المقابلة بعده في عالم تسأل شو كلنا إرادة؟ مين كلنا إرادة؟ هل هني، أنت قلت أنه هني مجموعة عمل سياسي اقتصادي وليس حزب، فهل هني لوبي جروب؟ هل هني أدفوكسي جروب؟ هل أنتو لوبي جروب ولا أدفوكسي جروب؟ وإذا هيك ولا هيك شو يعني؟ شو بتعملوا؟ هل تغير عمل كلنا إرادة من وقت ما أنت جيت عليها؟ فهي هي يعني مجموعة الأسئلة. في كتير عالم ما بتعرف ألبير كوستانيان أنه بتحضروا على التلفزيون بس ما بتعرف أنه في كلنا إرادة. فإذا إذا فيك بريفلي تقول لي تقول للعالم مين كلنا إرادة، شو يعني مجموعة ضغط أو مجموعة أدفوكاسي، كانوا لوبي ولا أدفوكاسي، وقديت غيرت كلنا إرادة من وقت ما جيت عليها. كلنا إرادة أول شيء رح أقولك شو منا حزب ومنا منصة. هاي كلمة منصة أنا يعني ما بحبها وما بعرف شو يعني منصة، كل حال بقى هي رائجة اليوم. منا منصة، كلنا إرادة منظمة غير حكومية تبغي التغيير بلبنان بكل الوسائل المتاحة. الوسائل المتاحة بتتغير مع الوقت. يعني قبل موضوع الثورة كلنا إرادة كانت عم تشتغل لتدفع نحو الإصلاح. يعني كان عنا شغل على موضوع الكهرباء بلبنان، كان عنا شغل على موضوع المالية، على الاقتصاد، على كل شيء اسمه إصلاح بنيوي يلي مرفق ببرنامج سادر اللي كان معمول وقتها يعني من كم سنة.
من وقت الثورة كلنا إرادة أخذت قرار أنه خيّل إصلاح من داخل النظام، يعني أنت تكون قوة ضغط، كانت أدفوكسي أكثر جروب ولوبي، لا تدفع نحو المشاريع، يعني مشاريع إصلاحية ضمن الحكومة اللبنانية. اعتبرت من وقت الثورة أنه الإصلاح داخل النظام غير ممكن، لأنه هالنظام برهن أنه هو أول شيء ما بده يعمل إصلاح، وأنه هو نقيض الإصلاح، وأصلاً مكونات هيدا النظام ما بيقدروا يعيشوا إذا صار في إصلاح، لأنه الإصلاح رح يطيح فيهم. من وقتها كلنا إرادة صبت مجهودها على تمكين المجموعات المعارضة، الأحزاب المعارضة والأحزاب الإصلاحية، لإنتاج فكر وعمل سياسي مغاير لتقديم بديل حقيقي للبنانيين. كلنا إرادة لا بتألف لوائح للانتخابات، هون البارونتيز للانتخابات، تغير العمل من وقت جيت، تغير العمل مش لأنه أنا جيت، لأنه صار في انتخابات. الانتخابات هي محطة أساسية طبعا بمسيرة كل الأوطان. كلنا إرادة لا بتبلش مع الانتخابات ولا بتخلص مع الانتخابات. وعلى كل حال نحن كمنظمة كنا كتير مترددين للدخول بالموضوع الانتخابي، لأنه اعتبرنا أنه الدخول بموضوع الانتخابات رح يلهي الجميع ورح يفوتنا ببزار، ليش انت ومش انا ومين رح يترشح، بينما المنظومة عم تكلنا. واليوم نحن وعم نحكي انا وياك رمزي، عم تصرف المنظومة 70 مليون دولار تقريبا، اليوم الرقم هو 90 مليون لانه الرقم بيتغير كل يوم، ليهدوا سعر الصرف الليرة بطريقة مصطنعة ليشتروا بطريقة غير مباشرة ولاء اللبنانيين، ولا يعرضوا حالهم هن كفاكتور اوف ستابيليتي، يعني انه كأنه هن قادرين يهدوا الليرة. هيدا عم بيصير من مصرياتك ومصريات العلقانين بالبنك. دونك نحن كنا كتير مترددين للدخول الى هالمعترك هيدا. وقت ألفت حكومة المئاتي قررنا انه لا، البلد كله رح يروح على الموضوع الانتخابي، وكلنا إرادة كمنظمة تبغي الإصلاح وتمكين المعارضة وتمكين البديل بلبنان ما فيها تكون غايبة عن هالاستحياء. شو عم نعمله ببساطة؟ لا منألف لوائح، لا منختار مرشحين، لنا بقيادة الثورة، ولا منعمل شيء من كل هول الأمور. هلا عم نعمله، عم نجرب نحس، نكون وسيط، نكون راعي حوار بين هالمجموعات المعارضة كلها سوا، اللي هن عشرات لما أقول مئات، نجرب نوحدهم على رؤية سياسية معينة، نجرب نعمل تريننج، تدريب، تمكين على أمور اقتصادية سياسية بهدف توحيد الجهود وتوحيد الرؤية وإرساء بديل عن هالمنظومة هيدي. وعم نجرب نمكنهم كمان، يعني نخلق صلات وصل بين المجموعات الموجودة بلبنان والاغتراب اللبناني، ونجرب نكون إذا بدك نقدر نوفر لهم إمكانيات لوجستية ليقدروا يخوضوا هالمعركة بلا ما نتدخل بالإدارة السياسية. يعني هن كيف بيشكلوا لوائحهم ومين مرشح، إذا توني أو جورج أو أحمد أو حسن، هيدا شيء رجع لقلون، نحن منجرب نوفقهم. هي يعني فينا نقول أنه أنتوا أدفوكسي جروب بالمعارضة ولوبي جروب ضد الاستابلشمنت، يعني هيك صح؟ يعني نحن يعني وصفك دقيق. ومثلا عنا محكة مع الاي ام اف، مع يعني صندوق النقد الدولي، مع الورد بانك، نحن اعضاء بائتلاف استقلالية القضاء، نحن اعضاء كمان بمرصد الدفاع عن حقوق المودعين. كل شيء بخص الاصلاح رمزي بلبنان من باب العريض كلنا إرادة بتكون موجودة فيه، بتجرب تمكنه، بتجرب تعطيه طاقات، بتجرب تعطيه طاقات فكرية لوجستية، تدفعه إلى الأمام، تعمل تظافر جهود، يعني بالإنجليزي create synergies، لأنه بلبنان منا معودين نشتغل سوا. مشان هيك نحن دايما منجرب نجمع العالم وما منعمل communication على حالنا. مشان هيك في حالة شوي من الغموض حوالي كلنا إرادة، أنه شو هي، نحن ما هدفنا نكون معروفين، مشان هيك ما منعمل communication. هدفنا خي الأحزاب تكون معروفين، ائتلاف استقلالية القضاء يكون معروفين. للأسف بس ألبير أنه نحن بالأخص بمجتمعاتنا، يعني مجتمعات اللي تكثر فيها نسب التدين والإيمان بالخرافات، مش عم أقول تدين خرافي، عم أقول هودي الشغلتين مع بعض، العالم تميل إلى الاعتقاد بأنه نظريات المؤامرة أرض خصبة تصبح، وبالتالي المجموعات يلي do not communicate هني مين، هني أكثر عرضة ل
ليصير في نظريات مؤامرة تركب عليهم. بعد سؤال إذا بتسمح لي بهذا الإطار، بس بدي أتوقف رمزي إذا بتسمحني على الموضوع. نحن we communicate a lot، يعني في transparency كتير كبيرة بكلنا إرادة على الويب سايت تبعنا، بتعرف مين أعضائنا، بتعرف مين مجلس الإدارة، بتعرف كل ما وقفنا. الفرق الصغير هو أنه نحن ما منروج لحالنا، يعني نحن انا ولا مره بحط بانويات مثلا على الطريق انه كلنا اراده خير، ماني حزب انا، او ما بننزل يعني بنجرب كتير نحد من موضوع التلفزيونات، مع انه عملناه كم مره بس لنوضح مين هي كلنا اراده، بس ما هدفنا اذا بدك نصفي مشهورين وعلى لسان كل اللبنانيين، هدفنا نمكن الحالات الاعتراضيه مطرح ما هي موجوده ان كانت نقابيه او بمجال معين او بالسياسه بالانتخابات. بس نحن سوبر واضحين، وبعرف في كتير ناس بتحب نظريات المؤامرة، بس يعني الوضوح والشفافية قد ما بدك بقى، ما بعرف قد في إمكانية يكون في نظريات مؤامرة بما يخص كلنا إرادة. يعني انت بتقول ألبير انه جمهورية او جمهوريات في لبنان فشلت، وانه نحن بحالة انتقالية اليوم، احنا عم نحاول نخلق جمهورية جديدة. بخطاب الميلاد لكلنا إرادة 2021 انت قلت انه احنا بحاجة لرجال ونساء دولة من الشمال ومن اليمين، من اليسار ومن اليمين، من مسلمين ومسيحيين، من مختلف محلات هذا السبكتروم العريض بلبنان اليوم، من اجل دخول بلبنان الغد يمكن يلي بتحلم فيه او نحلم فيه او بعضنا بيحلم فيه. هل انت شايف انه هذه الرؤية تبعك أقرب إلى التحقيق اليوم من خلال موقعك بهذه المؤسسة؟ ما بعرف جاوبك على السؤال لأنه كله is in the making. رح أقول لك شوي باختصار شو هي الرؤية ومن وين ناتجة وتحققت ما تحققت من الأيام، يعني رح تفرجي. رؤية ناتجة أنه رمزي نحن اليوم ما عايشين ببلد، نحن عايشين بغابة، نحن عايشين بشرعة الغاب، الأقوى بيحكم، ونحن عايشين بعدنا إلى حد معين بذهنية حرب وبذهنية خطوط تماس بيناتنا، وعايشين المعضلات ذاتها يلي خربت لبنان من السبعينات لليوم، إذا ما بدي أقول من الخمسينات. يعني عندك جزء من اللبنانيين بيبدي السيادة المطلقة على كل معيار تاني وبس بيحكي عن هالموضوع، وبيعتبر انه لكون كمان ما احكي بالرموز انه حزب الله خارب الدنيا وهو يعني اول مشكلة واخرتها. وعندك جزء تاني من اللبنانيين، طبعا هيدا شيء كاريكاتوري عم قلك ايه بس ليكون الرسالة اوضح، جزء تاني من اللبنانيين بيعتبر انه لا، المشكلة هي مشكلة طبقية اكثر ومشكلة نظام سياسي بيعطي حقوق لبعض الطوائف ما بيعطيها لاخرين، ويجب ارساء اصلاح سياسي واقتصادي قبل ما نضطر للموضوع السيادة. وهيدا شيء كمان كان أساسي بالناراتيف تبع الحرب اللبنانية بين الجبهة اللبنانية والحركة الوطنية. وأنا يعني شوي مدوخ كيف بال 2022 بعدنا مكملين على نفس المنوال. نحن اللي عم نجرب نقوله اليوم أنه خي كل شيء أولوية، نحن ما عنا دولة، الدولة تقام على معايير أساسية، المعايير الأساسية طبعا هي السيادة، ما فيها دولة ما تكون سيدة، يعني دولة ما فيها تتقبل حزب الله، بس دولة كمان هي لجميع أبنائها، يعني فيها inclusiveness، فيها نوع من إذا بدك يعني العدالة الاقتصادية. ما فينا نكمل على هالليبرالية اللي هي منا ليبرالية المتوحشة اللي كنا عايشينها من 30، اللي الفقير أو المستضعف ما عنده غير زعيمه أو كنيسته أو جامعه ليدافع عنه، ونظامنا السياسي اللي إذا بدي أقرر مين مأمور أحراش بدي شوف شو طايفته، خي ما قادرين نكمل هيك، هيدا نظام من العصر الحجري بقى. هل ثلاث أمور سوا، ثلاثتهم بدهم
ارتقاء ونقل نوعية. نحن عم نقول ما زال فرط السيستم كله سوا. من 5 سنين بعد ما كان فارط، كان على لايف لاين، قاعدين ميت بالانتنسيف كير وحاطين له هيدا، معيشينه على التنفس الاصطناعي. طب خيي اليوم فرط النظام، اوكي، نحن امام فرصة، هيدي الازمة فيها تكون فرصة لنعيد انتاج جمهورية جديدة. هيدي الجمهورية الجديدة بدها يمين ويسار ووسط، بدها كل اللبنانيين. انا بقول كلنا، يعني كلنا معنيين بالتغيير وبإقامة هالجمهورية وبالتصالح مع بعضنا لنرسي إذا بدك مساحة مشتركة ديمقراطية اسمها الجمهورية اللبنانية، اليوم منا موجودة، وبعدين نتعارك على السياسات التفصيلية إن كان أنت عندك سنسيبيليتي يسارية أو يمينية. المكان المناسب هو بالبرلمان وبالمؤسسات، بس اليوم ما عندي مؤسسات أنا لا أقدر أعمل هالجدلية السياسية. نحن عم ندعي للناس إلى الارتقاء شوي بالرؤية نحو تأسيس جمهورية تكون جامعة للكل، على رؤية واضحة، ولازم يكون في تكاتف وطني أو وحدة أساسية سيكريت يونيون بين اللبنانيين لا إرساء الجمهورية بوجه المنظومة هيدا. ما بتحس إنه هذا الخطاب، أنا عم بتسمع عليك طبعاً، عم بتسمع عليك و I can relate، يعني أنا عارف شو عم تحكي شو عم تقول. مثل ما إنه أنا مثلاً حدا بيقول لي نحن بدنا ناكل نشرب، وأنا بقول له لا، الأولوية إنه نأسس هوية مشتركة، لأنه هاي الهوية المشتركة هي مدخل للمصالحة والمصالحة والجمهورية والنظام السياسي. وبس يصير في هوية مشتركة بنرجع نختلف على كيف شكل النظام، كيف شكل الاقتصاد. بس السؤال انه انا عم بتسمع عليك وعم فكر، ما بتحس انه هذا الخطاب شوي اليوم، طبعا خطابكم وخطابي وخطاب اي حدا بيشبهنا، نخبوي؟ نخبوي بمعنى انه الشخص العادي ما كتير، مش ما كتير بيفهم شو عم نحكي، ما كتير بهمه شو عم نحكي. ليك انا براسي ما عندي نخبة ومش نخبة، وما نعمل كاليبراج لخطابنا على مين عم بيسمعه. وعذرني يعني، انا بنظري ما في شخص عادي وشخص مش عادي، وما بعرف شو يعني هيدا الشيء. انا اللي بيهمني اليوم هو يكون عندي خطاب بنيوي، يعني اذا بدي اعالج المشاكل الظرفيه، اذا بدنا ناخذها ظرفي مقابل بنيوي، انه اليوم ما في خبز وما في بنزين، قل له انا قادر اجيب لك خبز بست شهور. في مشكل بنيوي بالبلد رمزي، واللبناني على عكس ما كتير ناس بيعتقدوا شخص كتير مسيس وفهمين عالضبط شو عم بيصير. وأنا برأيي تعلقه لأحزابه التقليدية منه من باب الغباء. أنا برفض حدا يقول عن اللبنانيين غنم، برفض حدا يقول عنهم أنه مش عارفين شو عم بيصير وهيك شعب بيستحق هيك نظام وهيدا الحكي اللي منستعمله. أنا جزء من هالشعب اللبناني، واللي بيقول هيك بيكون عم يتناولني كمان إلي بالشخصي. أنا ما برضى أبدا هالشي. اللبناني اليوم عم بيفتش على خيار بنيوي تاني. اللبناني علقان بدوامة طائفية، متعلق بعده بزعيمه اللي بيعرف هو انه هيدا فاسد. ما بفتكر في لبناني اليوم ما بيعرف انه زعيمه الطائفي هو فاسد وحارق دين الدنيا، واذا بدك مستأثر على 50% من مقدرات البلد وعم يترك له الفتات. كل الناس بتعرف هالشي، بنحكي كل نهار عن الفساد، كل الناس بتعرف هالشي، بس لبنانيين متعلقين فيهم لانه بعد ما عم بيشوفوا بديل. ما بدي اقول لبنانيين، كمان جزء من اللبنانيين وعم بخف مع الوقت، وهيدا شيء طبعا يعني جيد، بس في جزء بعده متمسك فيهم لانه بعد ما عم بيشوف بديل بنيوي قادر يراعي له. وبعرف انه انت بتشتغل على الموضوع لانه حكيين سوا، قادر يراعي له هواجسه ومخاوفه غير بشعارات سطحية. يعني بيطلعوا لك انه ايه نحن رايحين على دولة علمانية والى اخره، انه الداخل اللبناني بعده ما فهم شو يعني هالشي. وهيدا مش من باب الغباء، هيدا من باب اذا بدك سطحية الطرح البديل لليوم. بقى مشان هيك علينا جهد كلنا سوا نطرح طرح نبنيه نكتبه. أنا بأمن كثير بالكتابة، وإذا بدك يعني بمرارة جداً بقول لك أنه ثورة 17 تشرين كان لازم تنتج عمل فكري
أكثر بكثير من يلي أنتجته لليوم. وهيدا in the making وكلنا إرادة هيدا جزء من رسالتها. الندوات الكتابات مهمة لتبلور خيار. بعدين هيدا الخيار مضروري تقري كل شخص انسيكلوبيديا يعني لا يفهم طرحك. هيدا شيء بينعمل له ديستيشن بالكوميونيكيشن لتظهر بديل. هيدا البديل اليوم بعده منه واضح. وعلينا بالعكس ما نقول انه اللبناني غبي, علينا نقول انه اللبناني بالعكس كتير ذكي وكتير محنك وكتير مسيس وعيش ازمات ومتوارثة عن حكايات بعياله وبمجازر ومن 1840 الموجودة بذكرتنا الجماعية لل 1860 لل 1958 لل 75 لمقاس الحرب كلها, كله هيدا موجود بداخلنا لازم نعالجه بطرح بنيوي. كل هيدا الموجود مثل ما تفضلت وقلت بيساهم بواقع انه العالم تعتبر الطروحات الموجودة طروحات سطحية ولا تعالج الأزمات النفسية المرتبطة بالتاريخ. يعني الذاكرة موجودة والذاكرة بتقول انه احنا مندبح بعضنا على الهوية. فشكرا على المقاربة, يعني كتير حلو المقاربة. منشان إدارة الوقت أنا حسألك بعد سؤالين ثلاثة بمجال كلنا إرادة, بعدين حنقول شوي على شيء أكتر سياسي هارد كور بوليتكس. يعني عم نحكي سياسة بعرف بس لا يعني حنطلع من كلنا إرادة كومبليتلي ونكون بس عم نحكي بوليتكس. بموضوع كلنا إرادة, بتشوف إنه استراتيجية كلنا إرادة اليوم تتوافق مع الرؤية اللي أنت شايفها للانتخابات؟ كيف ما فهمت عزيزي؟ يعني إذا في استراتيجية حطتها كلنا إرادة, أنا بعرف أنت اليوم تشيرمن لكلنا إرادة, بس كمان بعرف أنه أنت غير مستأثر بالقرار بكلنا إرادة. لا غير مستأثر أبداً, أنا عضو من 15 يعني. تمام, فأنا عم بسألك شيرمن يعني بفتح الجلسة وبسكرها وبقدر حط جدول لأعمال, مش أكثر من هيك. تمام, فانطلاقاً من هون بتشوف أنه استراتيجية هذه المؤسسة اليوم في مقاربة الملف الانتخابي, هل هي على نفس موجة مقاربة البير للملف الانتخابي؟ ايه, يعني اول شيء في اذا بدك ديسيبلين بكلنا ارادة جيدة جدا, لانه كل الناس ماتشور و يعني ما حدا بيستأثر بالقرار. نحن وقت في موضوع بده جدلية, وطبعا السياسة كلها جدليات, والسياسة الصعوبة فيها انه أنا ما بآمن بالصح والغلط بولا شيء أصلاً بالعالم, وحتى ما بآمن بالحقيقة المطلقة. وهيدا التطور اشتغلت على حالي كتير ومن وراء الإعلام تعلمت يعني اتقبل وجهات نظر كل الناس, وكل وجهة نظر هي بركة إذا بدك نابعة عن تجربة شخصية الواحد بيعملها post rationalization بحياته. ولا ما رح نفوت بالمجال السيكولوجي, أنت بتعرفه أكتر مني, بس ما في صح وغلط. وبكلنا إرادة في جدلية قائمة بكل مجلس إدارة بنحكي عن كتير أمور. أول شيء أهم شيء في discipline. تاني شيء إيه اليوم نحن ماشيين باستراتيجية. أول شيء هدفها يعني عناوين الأساسية كلنا متفقين وأنا أول واحد, هي أنه المعركة السياسية منا انتخابية, يعني منا لوجستية, وأهم شيء هي الرؤية السياسية والمشروع السياسي والوعد والخطاب السياسي يلي لازم ينعمل للبنانيين. تاني إذا بدك مدماك أساسي باستراتيجية كلنا إرادة هي انه خيي ما في نحن منا اجانس وما حدا عنده اجانس هيك بيعطي تصديق انه انت ثوره وانت منك ثوره وانت طويل وانت قصير وانت ضعيف وانت ناصح وانت من 3 سنين شو. يعني هيدا كله هالمنحة اللي راح البعض فيه نحن كتير بعد عنه. نحن اللي منقوله حسب الرؤية السياسية وطبعا المناقبية, يعني مش رح نشتغل مع قطاع طرق او حدا من المصرفيين السارقين مصريات العالم او حدا. هيدا رؤية اذا بدك الادبيات السياسية بتحكم لازم يكون في اوسع مروحة من التوحيد, لانه هدفنا نحن نوصل على لائحة معارضة
ضد السلطة. إذا بتوصل لثلاث أربع لوائح معارضة كل واحد بيقلك أنا المعارضة، هيداك يساري انتبه منه، هيداك يميني انتبه منه، هيداك أقدر أكتر تقليدي، هيداك ما عنده خبرة، شو عمره سنتين بالسياسة، شو منكون فتنة؟ منكون فتنة بشرزمة للوضع المعارض. بقى المدمج الثاني لاستراتيجيتنا هي أنه قيام وحدة حال أساس المبادئ والرؤية السياسية والممارسة والمناقبية اللي عند هالأشخاص. هاي هي استراتيجيتنا رمزي، يعني ما في شيء ملبك أكتر من هيك، واضحة، والاستراتيجيات المنيحة تختصر بكلمتين عادة، الباقي صار ممارسة وتكتيك. طبعا هالشي منه هالقد هين مثل ما عم خبرك إياه، كل يوم في 100 خبرية وهبة باردة وهبة سخنة، عم نجرب نتكيف مع الأمور. واضح. آخر سؤال إذا تسمح لي بهذا الإطار، هل أنت وكلنا إرادة فكرتوا بـ what next؟ يعني إحنا هل اليوم الفيجن بتخلص نهار الانتخابات، ولا هل في حديث عم ينحكى عن شو حيصير تاني نهار الانتخابات؟ يعني هل عم نرسم سيناريوهات لشو ممكن يصير بما فيها خسارة المعارضة في الانتخابات النيابية؟ كلنا إرادة مثل ما قلت لك مبلشة من 6 سنين، وأكيد ما رح تنتهي نهار الانتخابات، ومنا منصة، يعني نحن عملنا الانتخابة ظرفة ننتقل لغير شيء. طبعا في خطة لما بعد الانتخابات، أول شيء مين ما نجح من يلي نحن دامينون، نحن هدفنا أنه هالأشخاص هولي يشكلوا علامة فارقة بالحياة السياسية اللبنانية، وكلنا إرادة رح تكون بتصرفون لا تزويدون بمشاريع قوانين، بفكر سياسي طبعا على بناء على طلبهم، وتقدر تكون جهة داعمة وتكمل تكون الصلة بينهم وبين الاغتراب، ونجرب يعني يتأسس لتكتل برلماني معارض حسب طبعا النتائج، إن كان شخصين أو 20. أنا بأمن أكتر بالنوعية وبالأداء، بيقدر نائب واحد يهز البرلمان إذا كان أداؤه جيد. الخسارة نحن من الأول جرينا على الأرض رمزي، يعني أنا ماني متوقع نجيب 90 نائب ولا الأغلبية بالبرلمان، مع أنه هيدا الشيء متاح، ما بدي للناس اللي رح تسمعنا، هيدا شيء متاح إذا توحدت كل المعارضة وكبرنا عقلنا شوي وكان في معركة فعلا جديا، هيدا شيء متاح، بس هيدا بركي أفضل سيناريوهات، بركي ما يصير. هدفنا يكون في كتلة شو ما كانت تقدر تكون فعالة، واللبنانيين يشوفوا انه خيف في بديل موجود، لو كانت شخص او 5 او 10، نحن بنتمنى يكون اكبر عدد ممكن طبعا، لنقدر نأسس لحالة لل 2026 اللي هو الانتخابات القادمة وقبل، لانه شيء كتير مهم. انا ما بؤمن بس بالانتخابات، يعني تاني نهار لازم تتشكل حالة معارضة شعبية تقدر تضغط والى اخره. انا كان بدي اوصل لمحل انه احنا قادرين نطمن الناس انه في حدا عنده مشروع ما بعد الانتخابات، كيف ما كان نتيجة الانتخابات بده يحاول يأسس لبرنامج سياسي بنيوي جديد وصحيح. البير، انت زرت 2000 ضيعة بلبنان وحكيت عن الموضوع كمان مع ضيوفنا بهذا البودكاست سردي مزبوط. برمتك عول 2000 ضيعة، بتحس انه نحن عنا اشياء اكتر in common، ولا عنا اشياء اكتر بتفرقنا؟ اذا بدك تكون كتير موضوعي وهيك تعمل هاي مقاربة موضوعية لهذا التجربة، منا الوحدة ما بتلغي التانية، يعني الجواب كتير صعب على الموضوع. واذا بدي جاوب في برنامج برامج بخيروك بين صورتين ومجبور تختار، اذا مجبور اختار بقلك لا، القصص بتجمعنا اكتر. بس في الحلو بلبنان رمزي هو التنوع يلي فيه، التنوع الجغرافي، تنوع المساحات الموجودة بلبنان، تنوع الثقافات الموجودة بلبنان. أنا برأيي يعني في تعددية كتير كبيرة بهالبلد، بس في قواسم مشتركة نشغل عليهم بحكم الوضع الحالي، يعني نحن عايشين بنفس البقعة الجغرافية، بنتعرض لنفس الأزمات إن كانت خارجية أم داخلية.
منتعرض لنفس النوع الرومانسية يلي عايشينا يعني في إذا بدك رمزية رومانسية موجودة بكل بلد وسرديات رومانسية إن كانت مسرحية أو غناء أو فولكلور أو كومن ميثولوجي موجودة بلبنان تراكميا عملت من لبنان إذا بدك مجموعة ما بدي استعمل كلمة شعوب بس مجموعة مجموعات ثقافية بأوائل القرن الماضي في روابط طبعا معهم لأنه كل بين بعضهم لكل عمرهم عايشوا مع بعض وتفاعلوا مع بعض إن كان بالسراء أو بالضراء بس عايشوا نفس إذا بدك الكونديشن أو نفس الحالات بالنسبة للخارج أو للداخل الجراد كان على الكل الحصار كان على الكل الغزو المصري كان على الكل حكم بشير الثاني كان على الكل طبعا من عدا الأقضية ضموها لاحقا إلى لبنان بس في نوع من وحدة الحال التاريخية يلي كبرت مع الزمن بالقرن العشرين وبالأخص هلأ بالقرن الواحدة وعشرين بقى أنا برأيي في كتير قواسم مشتركة بين اللبنانيين وفي معرفة بيناتهم عميقة جدا المشكل هو أنا برأيي بشعار العيش المشترك ناقصنا اليوم هو برنامج ناقصنا هو طموح ناقصنا هو مشروع مش ناقصنا نقول انه بدنا نعيش مع بعض لانه اصلا عايشين مع بعض بس فينا نعيش مع بعض ونكره بعضنا ونضمر لبعضنا بالموت والقتل وننطر الفرصة لاجي عليك بالليل اطعنك مثل ما صار طبعا بعدة مراحل ناقصنا هو المشروع وهيدا المشروع هو الجمهورية وعنا كل الانجريدينتس لانه كوناهن خلال السنوات نقول خي عنا مشروع سوا بس براعي الاختلافات أنا هاي قصة الانصهار الوطني ما بحبها لأنه نحن في اختلاف وهيدا لازم نحافظ عليه يا عمي في تنوع ثقافي رائع بهالبلد بس خليكون عنا مشروع مش أنه انصهار ونتعيش بدنا نطلع من, 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 من التصارع يمكن هي هاي المشكلة مش التنوع احنا التنوع غنى ولكن التصارع خلاف بعرف نحكينا عن الموضوع بس باختصار لو سمحتك إذا بديك تحط إصبعك على الجرح في عالم بتقول المشكلة اليوم بلبنان مثل ما انت قلت يعني مختصر بوجود سلاح حزب الله او حزب الله في عالم بتقلل من اهمية هذا المشكلة وتعتبر المشكلة مرتبط بالمصارف وفساد السلطة السياسية البير حط اصبعك على الجرح اللي هون المشكلة ما في ما هو جرح مفتوح وكتير كبير ما بدي حط اصبع بدي حط ايدي او جسمي كله لأقدر غطي الجرح لانه الجرح منه صغير ما بينعمل باصبع حزب الله بجملة هو غياب دولة ما في دولة نحن ما عايشين بدولة حزب الله هو نقيض الدولة نقيض الدولة أنا ماني من أبدا من الناس اللي بيتساهلوا بموضوع حزب الله وبفتكر تاريخي معروف بهالموضوع بس ما في توقف قل لك أوكي أنا ضد حزب الله أنه I took the mark عملت واجباتي فيه نام مرتاح هيدا شيء كتير مهم لازم أنا أتوجه خيي للي مع حزب الله هيدا الفرق الصغير بركي بيني وبين اللي بس يلا نحن ضد حزب الله اوكي انا ضد حزب الله اكتر منكم ومن اقدم منكم انا ضد حزب الله بس انا بدي اجرب اتوجه لهاللي مع حزب الله قل له يا خي انا وياك بدنا نعمر دولة وهيك رح تكون هالدولة وهي الدولة بتساعك وبتستوعبك بس ما فيها تستوعب حزب الله وسلاحه وإيديولوجيته وارتباطه بإيران وعنفه بالداخل وعنفه بالخارج والقتل والإصبع وكل شيء جايبه معه بس أنا الزلمة اللي مع حزب الله علي أتوجه له علي استوعبه وأفهم شو بده من هالدولة واضح الجواب سألتك السؤال أسألك هذا السؤال نحن كنا ضيفين بهذا البرنامج جاد غصن وروني شطح روني بيقول لا يمكن بناء الدولة إلا عبر تفكيك سلاح حزب الله فيما جاد بيقول حتى نفكك سلاح حزب الله بدنا نبني دولة أنت شو بتقول؟ لا أنا أقرب لوجهة نظر روني شطح لأنه عملية بناء الدولة يعني اتنينات انتبه ما منهم كتير بعاد It's semantics أكتر من بفتكر فرق عميق بين الوجهتين بس نينيتهم عم بيفترضوا أنه في آلية في process يعني والعملية تراكمية لبناء الدولة
بفتكر ما فيك تبني دولة أو تطلق آلية بناء الدولة وتتفاعل مع الآخر لإرساء مفاهيم الدولة وشكلها إذا هالآخر مسلح ومنه إذا بدك مسلم إنه السلاح ما له مكان بهالدولة. هاي المشكلة بمقاربة بناء الدولة ثم معالجة السلاح، لأنه ما فيك تبني دولة بوجود سلاح، وحتى بنية هالدولة إذا كانت تفاعلية وتشاركية مع طرف معه سلاح هي جدلية بحد نفسها، لأنه هيدا الطرف أقوى منك بآلية بناء الدولة، دونك رح يخدها على مفاهيمه إلو اللي هي كتير بعيدة من تصوري أنا وتصور بفتكر المجتمع اللبناني للدولة يلي بدنا نبنيها. بقى مشان هيك بقولك أنا أقرب لوجهة نظر روني شطح، بس بحط لها كمان بمول صغير أنه بدك تتفق مع جمهور حزب الله مش مع حزب الله أنه خي إيه أنا بدي أبني دولة، وهيدي الدولة إلى محل إلك، دولة انكلوزيف، دولة فيها مساحات عامة، دولة رح تقدر تعبر فيها، ما رح تكون مستضعف، ما رح تكون انت فرد من الكاتيجوري الثانية او الثالثة، بدنا نبنيها سوا، بس ما في مكان للسلاح على طاولة بناء الدولة. بتجرد بتعتبر انه المعارضة اليوم جاهزة لهذا الصراع؟ عمل تراكمي اليوم لأكون صريح، لانه انا دايما صريح ما بفتكر بعدها جاهزة، بس ليك الثورات وبناء الأوطان وهيدي عملية ما بتصير بكم شهر وبسنة. للأسف نحن اليوم بعصر، خصوصيا الشباب اللي منا اللي بعدني بنتمي شوي لهالطبقة العمرية، معودين انه كل شيء بيصير على التيك توك وعلى انه يلا بدنا بيومين تصير الأمور، ما بتصير هيك الأمور، بدها تفاعل، بدها فكر. ناقصنا بعد هو الفكر رمزي، بعد في ثغرة فكرية كتير كبيرة. أنا شوي old style بهالموضوع، كتير بآمن يعني بأهمية الفكر، النشر، الكتابة، التفاعل على هالأمور، لأنه هيك بتبني دولة أنا بالنسبة إلي. بقى لا، بعدنا مش جاهزين، بس في انطلاقة مشجعة. من 4 سنين كنا صفر، اليوم ما رح نصير from zero to hero مثل ما بقول بسنتين، بس في عملية انطلقت ويعول عليها. ايه، بس someone might argue انه ما بتحس في شوية تناقض بين نحن ما فينا نبني دولة وفي حدا معه سلاح، وذن بنفس الوقت انا بدي اشتغل على الانتخابات بمحاولة انه جيب اكبر عدد نواب، فيما في طرف انا عم اقول لانه معه سلاح ما في ابني معه بلد. إذا بتقدر تجيب أنت بمناطق هالطرف يلي عنده سلاح ومرهب العالم، بتجيب 20% أو 30% أو 15% بلا ما تجيب ولا نايب، بتكون صار في نواة، صار في ناس قادر تحكي معهم، في ناس قادر تحكي معهم وين ما كان، بس صار في إذا بدك حالة اعتراضية سياسية موجودة ضمن مناطق معينة قادر تبني أنت وياها للمستقبل، وهيدا شيء أساسي. بركي ما نشوف كل نتائجه هلأ، بس منشوف نتائجه بركي بعد 4 سنين أو 8 سنين. بالضرورة أنه ناخد بعين الاعتبار المعارضة الموجودة بالمناطق تبع حزب الله، مين ما كانت هيدا المعارضة؟ خير، ما في هيدا البلد رمزي ما بينبنى غير مع جميع أبنائه، وإلا كل مشروع بده يستثني حدا هو مشروع منه جامع ومكتب له الفشل. وهيدا مشكلة، احدى مشاكل 14 اذار يلي في حزب الله استثنى حاله وجرب يجر كل الطائفة الشيعية وراء، بينما 14 اذار النخب الفكرية فيها او بعض النخب الفكرية كانت تنتمي الى الطائفة الشيعية، وكانت الطائفة الشيعية ممثلة يعني اكثر بهالنخب اللي بتدور بفلك 14 أزار. للأسف 14 أزار ما استثمرت بهالنخب، لأنه كان حسابات كتير قصيرة المدى وربح وخسارة، وهل بيطلع لي نيب ببعلبك الهرمل؟ ايه بركي ما يطلع لك نيب ببعلبك الهرمل، بس خي استثمر بحالة اعتراضية، تفاعل معها، خود بعين اعتبارها هو جسد، بني جسور معها لتأسس لحالة وطنية. ما فيك تستثني حدا من هالبلد، ما فيك. البر يعني يريد في احكي هيك 3-4 ساعات، عندي بعد سؤالين ونخلص. اذا بيطلب منك تحط المعارضة اليوم على ماتريكس
بدك اياه، ماتريكس يلي انت بتلاقيه مناسب. بالاخص انه انت حكيت انت في مجموعات بدك تشتغل معها، بس ما بدك تشتغل مع مجموعات تانية، او في مجموعات قلتهم قطاع طرق او مجموعات مش واضح التوجه. لا لا، ما قلت قطاع طرق عن المجموعات. لا انا انت قلت انه اكيد ما حد يشتغل مع قطاع طرق. فيك تصنف المعارضة، فيك ترسم المعارضة على ماتريكس اليوم؟ اوف، هيدا عمل صعب وراح يصعب لي مهمتي، اذا بتعفيني منها بكون بكون ممنونك. لا، لانه ماتريكس اذا بدك ما بدي ماتريكس منيح ومش منيح، بدي ماتريكس انه هول المجموعات واقفين هون لانه هيك، وهول المجموعات هون لانه هيك. اذا بدك هيك الجدلية القائمة، اذا بدي اكون واقعي، في مجموعات واحزاب اكثر بيتجهوا او عندهم مرونة او ليونة او تقبل لوحدة حال المعارضة، يعني بيسمنوا الوحدة ضمن معايير طبعا واضحة أكثر من غير مجموعات بتعتبر أنه لازم يكون في نوع بيسموها هن النقاء الثوري، وأقل هن إذا بدك يعني بيتقبلوا يشتغلوا مع أحزاب أكثر كانت موجودة قبل الثورة وإلى آخره. هيدي شيء أساسي بفتكر إذا بدي وصف، يعني ولا بقول منيح ولا مش منيح، قلت لك أنا رأي كلنا إرادة معروف، بس أنا بحترم وجهة نظر كل الناس، وكل واحد بيقدر يعلل لك ويبرر لك، وما في خيار صح وخيار غلط، في وجهات نظر مختلفة. في هالشيء موجود، في كمان نوع قصة يسار ويمين منا موجودة، لأنه أصلاً قليل، وما بدت يعني حدا ياخد غلط كلامي، بس قليل الفهمانين أو شو يعني يسار مزبوط وشو يعني يمين، والخطاب بعد الاقتصادي والاجتماعي منه متبلور إلى حد معين لتقدر تفصل هيدا. في بعض الحزازيات على الأولويات، أنه أنا بدي الموضوع الاجتماعي وضد المصارف مثلاً، أنه بتظاهر ضد مصرف لبنان، وعندك مجموعات تانية لا أنا ما بتظاهر ضد حزب الله. مش هيك نحن عم نجي نقول لهم اثنيناتكم معهم حق، معكم حق، ايه اللي عملوه، اللي عملوا مصرف لبنان، واللي مع انه مصرف لبنان الوحيد المسؤول، لانه هو جزء من اليه ومنظومه معينه تثبيت سعر صرف الليره، مش رياض سلامه مقرره، الحكومه اللبنانيه مقررته، بس هو كان الاداه التنفيذيه يلي خربت الدنيا وكملت اذا بدك بهال منحة أكتر بكتير ما كان لازم تكمل فيه، مع عادات أبدا منا مزبوطة. هيدا بقى نحن عم نقوله اثنيناتكم معكم حق، اثنيناتكم معكم حق، بس خلينا نظهر من هالقصة الأولويات ونرجع لرؤية متكاملة للجمهورية. بفتكر يعني حكيت عنها قبل. هاي الانتخابات الجاية شو البيرسونال بنش مارك اللي بتعتبره نجاح؟ شو إذا صار تعتبر أنه عنا فرصة؟ شو اذا صار تعتبر انه بعد في امل؟ ليك البنش مارك انا تبعي هو بعد الانتخابات، مش نهار النتائج، هو قيام جبهه برلمانيه وخارج البرلمان متماسكه فيها يعني تعدديه معينه جوا، بس متماسكه ومنظمه تطرح حالها بطريقه جديه كبديل عن النظام الحالي، وتطرح رؤيه لجمهوريه المستقبل. هيدا هو البنشمارك. فيها يكون فيها 5 نواب، مش عم بهرب من السؤال، بس فيها يكون فيها 5 نواب، وفيها يكون فيها 20 نائب. البير مخيبر بال2000 هز البرلمان وحده بخطاب وقت افتتاح البرلمان. يعني ما بفتكر العدد هو الأساس، أنا بالنسبة إلي هو التماسك وعمق الطرح. ألبير، أنت اقتصادي وطبيعة الحال كتير تحكي عن ضرورة يكون في رؤية اقتصادية للبنان، بدك تحكي شوي عن الموضوع، شو هي رؤية اقتصادية اليوم يلي ممكن تطلعنا من الأزمة؟ إذا بدك رمزي ما رح فوت بركي بالرؤية الاقتصادية، بدها هابي أور تاني مع كيس تالت، بس اللي بدي أقول لك هي هيك بعض المبادئ الأساسية يلي لازم نظهر منهم. أولا، فصل السياسة عن الاقتصاد. هيدا شيء أنا بيدوخني، يعني أنه ما السياسة هي سياسة اقتصادية، وفي شيء أنا كتير بحاربه بلبنان وعم بحاربه ببرنامجي، هو أنه في عقلية سياسية موجودة أنه نحن بنحكي عن حزب الله والسياسة وإيران وكذا، قصص الاقتصاد وهيك هي أمور تقنية،
انه منجيب تقني، يعني منجيب واحد بيفهم من كهرباء من ألاسكا، منجيبه على لبنان او منجيب حكا بيزبط لك الصحة. ما كل شيء هو سياسة، يعني ما في حقيقة، كله في عندك خيارات. وبالاقتصاد والأمور التقنية، إن كان بالكهرباء أو بالمي أو بالضمان أو بإدارة السير وعجقة السير والنقل العام والأزمة المصرفية وتوزيع الخسائر، كله في خيارات. وهذه الخيارات هي خيارات مجتمعية، خيارات بناء مجتمع، بقى هي خيارات سياسية. بقى هون يجب إذا بدك إعادة تأهيل، سوري على الكلمة، يعني إعادة تأهيل منا حلوة، بس شوي اللي العمل السياسي بلبنان واللي بيشتغلوا سياسة نحو فهم أكثر للأمور الاقتصادية، وحاجة يلزموها لبدعة التكنوكرات أنه منجيب هونيك واحد نجح بأعماله الخاصة بالكويت صفى يدير لي مرفق عام بلبنان. هيدي شغلة أساسية. شغلة تانية بحب أحكي عنها هي أنه كل هالنموذج الأعمال اللي عنا إياه بلبنان اللي هو قائم إذا بدك على ليبرالية متوحشة، يعني ما في ريجوليشن، ما في تنظيم، ما في حماية للشريحة الضعيفة، دائما الحماية لازم تتأمل للشيء، انه نحن تركينا وهيدا الليبرالية، هيدا سوء فهم يا غباء يا شيء متقصد. يعني لانه اكثر بلد ليبرالي بالعالم اللي هو امريكا، اكثر بلد فيه ضوابط، واول اذا بدك قانون لكسر الاحتكار نسيت امتى طلع، بال 1902 او 3 او 6، يعني باوائل القرن العشرين، بفتكر كان اسمه جلاس تيجل اكت، فكك امبراطورية روكفلر وقتها، لانه كان في نوع من الاحتكار. ما فيك تعيش باحتكار انت لانه انت ببلد ليبرالي، هيدا شيء غير معقول. وهون في مفاهيم كتير خاطئة ضد كل شيء قطاع عام. انا منتبه لاني يساري ولاني هيدا، بس لبنان قد ما رحنا لهون لازم نصوب نرجع شوي لهون. بلد ما بيقدر يعيش بلا مساحة عامة. مساحة عامة يعني هو نقل العام، نقل العام. أنا شاغل كتير بالنقل العام بحياتي المهنية بأوروبا بالترينات وبالنقل العام بالمدن. نموذج الأعمال تبع النقل العام ما بيمشي بس بالقطاع الخاص، دايما في سبسيدي، يعني في دعم من القطاع العام، لأنه هي قصة خسيرة إذا بتاخدها واحدة. البصات عملية خسيرة، الترينات عملية خسيرة، المترو عملية خسيرة. كل تيكت مترو أنت بتدفعه الدولة بتدفع دعم رديف أو مقابل حسب كل بلد. بقى هون بلبنان رحنا أنه القطاع العام شيء أبدا ما بيسوى، قتلنا النقل العام، صفينا عنا أكثر عدد سيارات بركة بالإنسان بكل دول العالم، عم نلوث، عم نستورد محروقات من برا، فلس البلد، صار ما عاد حدا قادر يتنقل، ولا في بص ولا في مترو ولا في شيء. ما في مدرسة رسمية لأنه المدرسة الرسمية ما بتسوى، من روح على الخاص. ومش هيك، الدولة بتدعم من ميزانيتها مدارس اللي بيسموها شبه خاصة وكله فساد، شبه سوري مجانية، كله فساد بفساد. ما في الاستشفى يكون كله خاص ويصفي الزلم اللي منه قادر يكبوه على الطريق لأنه ما معه أسيرانس. ما في الشواطئ يا رمزي تكون كلها حكر خيه. ما في اللبناني بده يدفع 100 دولار ليروح يقضي نهار على البحر، مع هيدا الشاطئ ملك عام خيه، هيدا ملكي وملكك، مش معقول نكمل هيك بقى. وبقدر احكي ساعات عن هالموضوع. ما في مساحة خاصة خي، مساحة عامة. مشان هيك ب 17 تشرين الناس استولوا على الساحات وركبوا خيام وصاروا يتفاعلوا مع بعض، لكن ما في جنينة بالمدينة لنقعد نحكي مع بعض. انطلاقا من اللي عم تحكيه، لانه يمكن عم تحكيه بحط المشكل وين موجود بين بعض المجموعات، هل برأيك الليبراليين اليوم اللي مثلك، يعني انت ليبرالي ولكن ليبرالي متزن، انا رأس مالي كمان ماني ليبرالي، انا مع رأس انه متزن، يعني هل برأيك انه هول اشخاص عليهم مسؤولية مخاطبة الاخر يلي هو كيف لكين اليسار تحديدا، يقول له انه خي انا ليبرالي بس انا ما انا مش مع هيل عم بيصير؟ ليك انتبه، الاثنين عنده المسؤولية والاثنين شطحوا، لانه ايه ليبرالي عم يتمسك بلبنان القديم، لبنان القديم لعمره يعني اللي مات من سنتين، بطريقة شوي انه ما بدي افقد امتيازاتي ولازم ترجع المصاريف الى اخره، والشيء المزبوط هو. بس يا الله قطع الكهرباء للمرة ال15، ما فينا نكفي هيك.
انقطعت الكهرباء 3-4 مرات اليوم. كنت عم تقول انه الطرفين عليهم مسؤولية. صح، طرفين عليهم مسؤولية، لانه ما يسمى يعني كل هالتسميات ما بحبها، بس انه الليبراليين والى اخره عم بقول لك بدهم يرجعوا على النظام القديم يلي خلص انتهى. يعني النظام القديم خلص لازم ندفنه ونعمل حديدنا وننتقل على نظام جديد اكثر عدل والى اخره. بس كمان الطرف الثاني عم بيصير فيه، عم نشرد شوي، صار فيه تحامل اليوم على كل واحد معه مصاري، وصار فيه انزلاق شوي انه صار المصرف شيء سلبي. لا بعتذر، المصرف شيء ايجابي. ما في اقتصاد بلا مصارف، ما في اقتصاد بلا تمويل، ما في اقتصاد بلا رأس مالية، ما في اقتصاد بلا مبادرة فردية. مزبوط نحن كنا عايشين بشيء منه طبيعي ومنه منظم، بس اثنيناتهم بدهم يروقوها شوي على بعضهم. يلي كان عايش بالعهد القديم يفهم انه هذا العهد انتهى الى غير رجعة، وبدنا شيء اكثر عدلا ومنظم ومراقب وشفاف وتوزيع ثروات اكبر. ويلي بده نظام جديد بده يفهم كمان انه ما في يروح على نظام نأمم ثروات الناس، ورأس المال والربح هو دافع اساسي لكل نظام اقتصادي اليوم بالعالم. قدرين تدلني على نظام بالعالم اليوم تقول لي هيدا نظام فيه اثنين مع بعض، او فيه ويلفير وفيه بنفس الوقت ليبرالية بس بالاقتصاد؟ ليك الانظمة الاوروبية على تفاوتها نوعا ما عندها بالانس جيد بين الويلفير، ما يسمى بالويلفير، وبين ليبرالية اقتصادية، او اذا بدك المساحة الخاصة. يعني على تفاوتها، يعني النظام الألماني فيه ويلفير كتير كبيرة يعني، وفيه مساحة خاصة وانتربرونيريا كتير مهم. الفرنساوي أكتر بيميل على الويلفير، بس كمان نظام جيد. الإنجليزي بيميل أكتر على نظام يعني أكتر رأس مالي. بس الأنظمة الأوروبية عادة بتراعي هالمواصفات الاثنين على تفاوتها يعني. بس فيك تزاوج هالاثنين، بعدين بتصير بين اليسار واليمين بمساحة جمهورية قصة ريجلاج ودوزاج، بياخد شوي لهون، بعدين بيصير في ظرف اقتصادي اكتر بروح شوي لهونيك. هيك بتصير الديمقراطيات. البير حبيت الحلقة؟ حبيت كتير الحلقة، حبيت التفاعل معك، مع انه كنت خايف انه عبر اللزوم وكل هالقطعات الكهرباء ما تكون القصة ظابطة، بس ظابطة كأنها قاعدين موجودين. وبشكرك على الاستضافة رمزي، وكيسك وكيس هالبلد، وإن شاء الله هيك يكون مستقبلنا أفضل من ماضينا إن شاء الله. Thank you.